خير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وين ما كنتوا احنا هلا في مدينة دورة. وصلنا لاحدى المشاهد اللي نحكي مع حبيبنا. مساء الخير. مساء الورد. هلا، تعرف حضرتك هوزي احمد محمود شرحة. يعطيك العافية استاذ هوزي، بارك الله فيك. شكرا لك. احنا بنعرف فيك مدينة دورة مدينة مشهورة كتير، وما شاء الله ناسها حلوة وطيبة وزي افضالك. حياك الله وانت الاحسن. اسم المشتل؟ مشتل الشرحة. مشتل الشرحة. كيف وضع الناس في الأيام هاي بالنسبة للمزروعات؟ والله شوفوا، أخبار حش فوزي؟ سلامات، شو بتسوون؟ كيف انت حش فوزي؟ الحمد لله. شو بتسوون؟ في مقابلة. مقابلة داخل على التلفزيون؟ طبعا. ولا طب بس اعطيني اللي عليك يا حاج. شو علي انا؟ شو علي؟ مقابلة. اللي قديش مدور عليك؟ تعال اورجيك انا. انا شوي والله تايه. هي عليك شك 5000 شيكل يا سيدي. كم بيالي هي؟ من وين يا اخي؟ شو هي؟ زلمة مالك تضحك علي؟ مالنا يا حبيبي، اجي بدك تطلع بس على التلفزيون وخلاص. الله يسامحك. تفضل نكمل. تفضل اعطيني انا. تفضل اطلع. اللي بيجي شهرين بدور عليه يا زلمه. سيدي والله يا حاج، مش فوز الشرحه انا يا زلمه. شو اسمك انت؟ شو اسمك انت؟ انت هذا مورط مع واحد ثاني. احنا ورطنا معاه. هاي فوز الشرحه. هاي فوز الشرحة من دورة. مزبوط. نعم مزبوط صادق. هاي وعندك 5000 شيكل. مزبوط صادق. هذا مش فوزي انا. انا شو اسمك انت؟ اشوف هويتك. فوزي احمد محمود شرحة. ما في رقم تليفون عليها؟ رقم هوية عليها؟ لا ما كانش معي هوية. طيب معناته مش انا. ما صارت معي. اشوف 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 يا سيدي. اشوف هويتك. هي هوية. هي فوزي الشرحة يا عمي صادق. يا زلمة فوزي الشرحة. في فوزي الشرحة يا زلمة. في فوزي الشرحة. رقم هوية. شو بس معلش 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 معلش. انسان يا زلمة. مش انا يا زلمة. قالوا لك مشتل اول. يا اخي طول بالك بدك تصورك بطلك. طول بالك انا اللي بيجي شهرين بدور عليك. طول بالك عمي. صلى على النبي. انت بتحكي صح. قصبش علينا يا عمي. طلع من تاريخ 5/10 هذه كنت وقعت لي عليها انت. هيو هي عندك هون تاريخها. تاريخ تحصيلها 2/1. تاريخ بس بلحقك. صلى على النبي. مش انت فوز الشرحه يا عم؟ استنى شوي. مزبوط ولا لا؟ في فوز الشرحه يا عمي. انت ليش كيف بتطابق؟ مش طايلك شغلتي يا عمي. اشوف هويتك. انا ما صدقت وانا لاقيك. يا عمي انا عارف انت سامع. هي فوزي شرح. محمود شرح. مش فوزي. يا عمي صلي على النبي يا عمي. ايوه انت بدك تقنع. تفضل يا حبيبي. نعم. بدك تقنع انت في شيء صح ولا مش صح؟ بدي الصح انا. اعطيني رقم هويه، اعطيني اسم كامل، اعطيني اي شيء. انا انت حاج فوزي الشرح. سبب ايش المكون؟ سبب ايش؟ اخذت سياره مني يا زلمه. لا بسوق ولا لسيارات ولا عندي سيارات. يمكن بعتها يا حاج. شو بعرفني يا زلمه؟ اخجل حالك. انا زلمه تورطنيش في كلام فاضي يا زلمه. عيب يا زلمه. يا زلمه والله لو تعرف. انا بتعرف ايش اللي بدور عليه؟ بتعرف يا زلمه؟ بتدورش علي انا. من 2/1. مش انا يا زلمه. مش انا يا عمي. مش انا يا عمي. مش انا. في فوزي شرحه غيري. هاي انو غيرك؟ انو غيرك؟ روح اسالني. شرى منك سياره فوزي شرحه؟ انا ما شريت سيارات ولا عندي سيارات يا زلمه. ولا عمري دخلت دائره سير ولا سويت سياره ولا اشتغلت في سياره. ليش شو قصدي انا؟ شو ولا شو قصدي؟ هذا مش اسمي. فوزي شرحه من دوره تاريخ الاستحقاق يا عمي. بالضبط. تصوروا انتوا؟ صادق. تصوروا اذا بتصوروا. انا بقول لك يا عمي. انت بتقول صادق بس بقول لك فوزي شرحه. مش انا يا عمي. تاريخ الاستحقاق 2/1 في 5/10 وقع لنا اياها. شايف صادق. انت كلك تفضل. كل كلامك صح. انا معك. حاج انا بتعرف شو؟ انت لطشت دوره كلها. صادق. بس مش انا على طبقه على البرج على صار شو ما خليتش ولا منطقه وانا ادور عليك. معي بقول لك مش انا يا رجل. والله صارت هي مشكله فينا. اه مين هاي؟ واحد ثاني يا زلمه اسمه فوز الشرحه. انا بدل لك وين؟ يعني بتعترفش فيها انت؟ مش الي يا زلمه. ما اشتغلتش في الشغل هذا كله. يعني انت تجيب تلبسني جريمه بدون ما. طب هذا باسمك ولا مش اسمك؟ يا عمي حتى لو اسمي يعني مش اسمي. في اسم ثاني. في اسم بيشابهني واسم نفس الاسم. يا عمي لقيت اسمك فوز الشرحه. يا عمي في فوز الشرحه زي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا كم واحد في فوز الشرحه في العيله عندكم؟ في اكثر من واحد. يمكن اثنين ثلاثه. كم لا تكون مقرب انت؟ ليش بتخبص علي انت يا زلمه؟ انا يا زلمه ايش متعلق فيه؟ شو بدور عليه؟ ما صادق يا عم. انت صادق والله بعرف انك صادق. بس انا هلقيت اللي بقولوا لي هيو مشتله هون. يا شو بدك؟ مش بدك شيك. هذا زلمه شاري منه سياره. اعطيني 5000 شيكل. زلمه مش انا يعني. مش انا. مش انا يا راجل. هو فوز الشرحه يا عم. اسمع هيو فوز الشرحه. هذا الجماعه فوز الشرحه يا عم. وجه الجماعه هذول علي الطلاق من ذراعي اذا بيطلع. انا مش خمسين. لا اعطيك سبعه.
وعليه الطلاق اذا ما طلعت اذا ما طلعت هذا فوز الشرف. لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلب نوع الماشي. انت من وين؟ انت من وين؟ من دورة؟ من دورة. انا من دير سامي. هلا انت فيش عليك دين شيء؟ فيش عليك دين شيء؟ انا من دير سامي. يعني انت لو عليك دين تدفعه؟ بدفعه. يعني بتديرش ظهرك على العالم؟ ولا مره. المحل موجود انا لي 30 سنه في الصناعه. انا بدي اسحب حالي واروح. الله يسهل عليك. ماشي وارجع لي. برجع لك. قسما بالله تعرف ليش ارجع لك؟ ارجع لك في رمضان. تعرف ليش؟ عشان تحلف لي على القران. لا عشان اطلع في الكاميرا الخفيه. حبيبي اكرم رجوب. انا مش اكرم رجوب. انت يا حاج بس مش انا. انو هذا في غيره؟ مليان. انو اكرم رجوب غيره؟ خليه. ها خليه نشوف. 2/1/2016 تاريخ الاستحقاق وهي في تاريخ 5/10/2015 عشان احنا 5000 شيكل. عملنا 5 دقايق بس مش عملنا بس الحاج خليه يدقق في الورقه دقيقه واحده. عملنا 5 دقايق خليه يغلى بس خلي الحاج يدقق في الورقه دقيقه. طب شو دق منه هيك؟ شو دق منه؟ بدل ايش يا؟ ايش؟ بدل ايش؟ سيارة كمان؟ لا مش انت اكرم رجوب ولا مش اكرم رجوب؟ انا. انا. في غيرك؟ في. وين امي؟ في واحد في نابلس، في خمس في الكوم، في اثنين في دول. هلا هاي مش انت اكرم رجوب؟ لا مش. تعترفش فيها يعني؟ لا. ها؟ لا بقول لك مش انا. يعني مش انت هاي؟ لا مش انا. ثلاث اشهر اللي بدور عليك، هذه مش انت؟ لا. ها؟ لا. يا زلمه تتخوت انت يا زلمه، خليه. يا حبيبي انت شو بدك؟ انت لك ماشي وقف. طب استنى لك دقيقتين، اقعد لك عشان خليني احكي مع الحاج. خليه. انا في عندي شغل، انا التالي مشغول يعني. خليه ياخذ راحته. اسمع ولا مش اسمع؟ سؤال. هذا اكرم رجوب بس مش انا. اكرم رجوب، انو اكرم رجوب؟ شو عرفنا عنه؟ شو عرفنا عنه؟ هاي تاريخ الاستحقاق 2/1. هلا هاي بدك تعطيني قيمتها ولا لا؟ لا مش لي يا عمي. هلا مش انت اكرم رجوب؟ اكيد. انا اكرم رجوب بس هذا مش لي. هلا مين؟ بعرفش انا. يعني بدك تعطيني ولا بدك تعطيني؟ لا اكيد لا. ها؟ لا اكيد. يعني بدك تعطيني؟ لا. انا هيك بتصل على جماعتي بخليهم يجوا يسووا زي ما بدهم. يجوا. بحمل كل البضاعة من المحل. زي بدكش تسد الدين تحت. إذا هي علي حياك الله. هي اسمك أكرم رجوب مزبوط ولا مش مزبوط؟ شو اسم أبوه؟ شو اسم سيده؟ يا أخي تفضل. خليه. أيوه تفضل يا حاج. تفضل. أكرم رجوب. معشر أكرم فيه. مش هون فوق البلدية في غيره؟ هوني؟ في غيره هوني؟ في غيره هوني؟ أنا بناءً على هاي قالوا لي فوق البلدية، في فوق البلدية غيرها؟ هذه كلها سيارة. طول بالك، في فوق البلدية غيرها؟ شو نوع السيارة؟ سكودا. سكودا اصل عمومي. في فوق البلديه بسالك، في فوق البلديه غيرك؟ لا فيش غيرك. بتنكر يعني انت هاي؟ اكيد. طب كيف قالوا لي انك انت؟ طب روح جيبهم قالوا لي. يا حاج انا لي 3 اشهر بدور عليه. ثلاث اشهر لحد ما عثرت عليك هوني. هيو قالوا لي هون. انا من هون مش طالع. انا بتعطيني 5000 شيكل. يا عمي روح ارجع له. روح ما تحركش من هون. انا بدي 5000 شيكل. هذا خلص منه. انا بدي 5000 شيكل. انا بدي 5000 شيكل. بدك تعطيني 5000 ولا لا؟ اشتري لك شغله يا عمي انت. يلا روح خلي سوي هالمقابله. جيت تبلع الناس حبيبي. انت تدخلش شيء مالكش فيه. تدخلش فيه ماشي. حق علينا. انت بتصور بتبطخ، روح صور وين بدك. انا في مصريات بدي اعمل الزلمه. حق علينا غصبش حقك. هي الزلمه قدامك على عيني وراسي. انت والزلمه هلا. الزلمه بقول لك انا كلهم ضلوني عليه هون. قالوا لي فوق البلديه في غيرك. في غيرك. انا وصلت. طول بالك. في غيرك هون. في وينه؟ وين في هون؟ هذا انا هون. قالوا لي فوق البلديه. فوق البلديه مش انت اكرم؟ انا اكرم بس انا بشيلي. هي اكرم رجوب. انا عندي هون اكرم رجوب. لا مكتوب اكرم رجوب بس. يا عمي في حدا غيره اكرم رجوب هون في المنطقه؟ انا انت ما تحركش من هوني الا تناولني مصري. ناول لي 5000 شيكل. هذا شوف. وين عم تصوروا يعني انتوا؟ انت بتصوروا قاعدين؟ بدكم تصوروا يعني؟ بدنا نصور زي ما بنصور. تعال خلي صور الله بعض. لا غلط. سؤال بعدي. لا بدي اصحى حالي واروح بروح. انا بقعد عم صور الحوق مثل ما بدي. تصوير ما بعض. لا تصوروا زي ما بدي. كمل تصوير ما بعض شكل. خليه وروح. خليه استاذ. استاذ في غيرك هوني. انا بدي اروح. خلينا اروح. في غيرك؟ خليك عندنا. لا واحد ضحك عليه وقال لك مرجوب و13 مليون. استنى شوي. يا عمي ماشي انا بدي اسحب حالي واروح. انا بدي اسحب حالي واروح بس الحاج انا بدي منه تعهد انه يجيب لي الزلمه.
انا مش مجبور بس دقيقه تحملني شوي ماشي يا حاج اسحب حالي واروح لا تروح خليك انا اتفاهم طيب. بالك ماشي هلا بدي اروح اطلع بروح بطلع ماشي لا تروح لا بدي اروح اطلع وبرجع لك برجع لك بتعرفوا ايش برجع لك هذه الدوره كثير مشهوره بناسها بطبيعتها بحلاوتها بروائة ناسها بعرفش يمكن معصبين شوي ولا شو رأيك مساء الخير ناس اول شيء مساء الخير مساء الورد يعطيك الف عافية الله يعافيك عرفنا عن حضرتك محمد فقوسي محمد فقوسي من دورة نفسها انت صحيح من دورة البلد كيف استعداداتك لشهر رمضان والله ان شاء الله في البداية يعني ان شاء الله انه في البداية ستوب ستوب يا انا مش شايفنا متصور يعني انت دخلت لي هيك تفضل امسح امسح وعاود عيد دقيقة بس انا شوف غيري يمكن تلاقيه في وادي الحمام ها سكودا بيضة الحمد لله رب العالمين مع نفس السيارات احنا شوف الشاب الثاني هناك وكيف بسألك محمد فقوس تقول لي اعتبرني نصاب بكذب عليك اعتبرني نصاب بكذب عليك لا مين حضرتك انت مين هذا محمد فقوس علوه انت مين حضرتك بتعرفه انت مين حضرتك انا اللي بسالك انت مين حضرتك انا جاي بسالك على انا اللي بسالك انا بعرف ما بعرفوش انت مين حضرتك هذا بتعرف الشخص بعرف انا ولا سامر خليك كان انا بخليك طول هوي خليك كان انت بتعرفه هذا خليك كان بعرف ما بعرف انت مالك بعرف ما بعرف انت مالك انا بسالك سؤال بتعرفه بعرفه شوفي انت بتعرفه بعرفه انت بتعرفه هذا الشخص بعرف ماشي هلا انت بتعرف الشخص ايش تقدر لي عليه لا ليش خلي الشرطة تدلك عليه مش معك هاي؟ معك هاي؟ خلي الشرطة تدلك طب هم مش عارفين وينه؟ ايش؟ هم مش عارفين وينه؟ ليش انا بدي اعرف وينه؟ انا بعرف وينه مخبي خلي الشرطة تعطيك اياه انت بتعرف وينه؟ انا بعرف وينه خلي الشرطة تعطيك اياه طب ليش يا زلمة بحكي معك بهالقد وليش معصب علي يعني؟ هلا انت قول لي بعرفوش عادي ليش معصب علي؟ بعرف انت اللي معصب حبيبي انت ليش معصب؟ انا مش معصب انا حكيت غلطت بحقك الاشي انا مش معصب لكن غلطت بحقك لا يا حبيبي دخلت عليك باحترام حكيت معك باحترام ولا لا؟ صحيح مضبوط ولا لا؟ صحيح طب ليش مغصب انت؟ وانت جاي تفلم علي حكيت لك هلا انت هذا بتعرفه ولا بتعرفه؟ حبيبي انا حكيت لك العنوان انا بعرفه انا بعرفه انا ما بعرفوش انا بعرفه انا بعرفه ماشي هلا كل الاحترام لك انت زلمه على شو بدك منه شو بدك منه ماشي هلا بتقدر تدلني عليه؟ لا ليش مش تخصص ولا انا عارف كمان اذا الشرطه ولا الحكومه مش عارف تقول كمان مش عارف يعمل معي معروف من هو يعمل معي معروف ساعدني انا ما بحب اعمل معروف مع صغير يا ماليش اخو تعرف ان انا يتيم يا اخي انا اخوك مش عارف حالي انا يتيم يا حبيبي شاعر انا يتيم ما انا بتعرف شو المشكله يا حاج لما دخلت بقول له انو محمد فقوس بقول له هيو شو حكيت لك انا يا عمي اسمي انا محمد فقوسي روح جيب الاسم الرباعي شو هات برجيك الكمبيالا لا 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 جوت عليك الله جوت عليك الله بس ولا جوت عليك الله جوت عليك الله جوت عليك بس انا بدي عليك الله انا بدي اعطيك 10 بدل الله يا عمي انا بدي اعطيك والله والله مالي انت ليش خايف والله مالي انت مش مالي والله انت ليش خايف يعني والله مو زلمه انا حريص عليه زي والله حريص والله حريص عليك الله بقول لك لا اله الا الله كنزعها جوت عليك الله بدي افرجيك لا يا عمي لا بس هاي الكمبيالي بدك تخدلها بدك تخدلني سلام عليك حقك علي ها يا عمي مش انا بديش اعرف حميتوا حالكم بدكم تضربوني لا يا عمي والله يا حبيب انا جيت سالت عليك انا جيت سالت سؤال انت هون في دوره ماشي على راسي دوره بلدك مش بلدك وبلدي صحيح انا نبض محمد خالد هاي طبيش يا سيد هاي نفس طيب انا طيب كيف بدي احكي مع اخوك على ايش احكي مع اخوك اخوي اللي شاري البضاعه هو كاتب الورق ليش يعني كاتب اسمك يعني انت انا ما بعرفش قصتي ايش صار الحكي ها طيب انا لقيت بطلعش من هون غير تعطيني 5000 شيء طيب احكي معي يا عمي حكيت معك ايش انا بعرفك انت انت باسمك من وين تعرفني باسمك انت محمد خالد بيش قالوا لي شبيبي ماشي هلا انا لا دقيقه ولا مش دقيقه انا بعطيني 5000 شيء اعطيني 5000 صل على النبي يا الله اللهم صل على سيدنا محمد سيدي انا بتعرف ايش بدور عليك طلع ايش بدور عليك
لا انا بحكي مع الشباب يجوا من هالايتي. يعني ما بدك يا زلمه بدك رجاله بعدين يا استاذ. انت زلمه كنا هنا اول مره نشتري بضاعه ولا اي شيء؟ شو هو بدور علينا؟ شو يا زلمه؟ ايه بورجيك شو اسوي فيه. طول بالك فكرك وقعد فك. ثلاث اشهر اللي بدور عليك. ثلاث اشهر اللي بدور عليك. اه ليش اعطيك اياها؟ انا ولي 5000 شيخ. يا عمي اشرب قهوه شو عارف؟ وكل واحد حمل ورقه جاي تهز. هاي انا لقيته المحل هذا لقيته هذا ليش؟ ابو 5000 شيخ لقيته. هيو في المحل اسمع تعالوا لي تعالوا انت والشباب تعال بسرعه. يلا. بدك تعطيني ولا لا؟ يا عم صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بدك تعطيني ولا بدك تعطيني؟ انا اجير في المحل هذا. اسمع هذا باسمك هاي ولا مش باسمك؟ ها؟ هذا مش خطي. هذا باسمك ولا مش باسمك؟ بسألك هاي باسمك ولا مش باسمك؟ باسمك. ها؟ يعني هاي بتعترفش فيها أنت؟ لا بعترفش. ومحمد خالد طبيش بتعترفش فيه؟ مش أنا الكذب. ها؟ مش أنا الكذب. بس في وقت بتعترفش فيه؟ بتعترفش فيها؟ ها؟ بتحكي مع صاحب الشغل تعالي صوتك من المحل بتحكي. بتعترف فيها ولا بتعترفش فيها؟ أنت بتعترف فيها ولا لا؟ أنا بحكي مع صاحب الشغل. بتعترف فيها ولا لا؟ ما تحكيش معي. أنت بتعترف فيها ولا لا؟ بعترفش فيك. ها؟ بعترفش فيك. بدك تدفع 5000 شيكل لإيدك. على إيدك تدفع 5000 شيكل، هيك بتشوف. ماشي. كل دورة في غيرك. ها؟ أنت بتحسب بس أنا بالأسماء. مش أنت من دورة طبيش؟ أنا من دورة طبيش. في محمد خالد طبيش غيرك؟ في. ها؟ في. محلات أدوات منزلية؟ بعرفش. ها؟ بعرفش. طيب أنا مسكتك أنت. فإيدك أعطيني 5000 شيكل. شو هو مسكتك يعني؟ أعطيني 5000 شيكل لإيدك، يلا، غير هيك بعرف. وين تشتغل أنت؟ لحظة. مو وقعتكم بلاش، أنا أصلاً ما بتعملش فيه. طيب في غيرك هون ما بعرف. أنا يلا ساعدني. عيسى الفقير اللي هو إحنا عيسى الفقير. كيف ما بتعرفوش يا زلمة؟ أنا بعرف شغلك، أنا بجد عظيم. شو بعرف هذا شغلك؟ روح على الكفيل، في كفيل؟ أنا بقول الكفيل بعتني على إيه؟ يا عم جد الكفيل. في غيرك هون؟ لا. طيب في مجال تعطيني 5000 شيء؟ لا بس تقول إذا تعطيني 5000 شيء؟ ليش أعطيني 5000؟ يلا أعطيه 5000، روح أعطيه. هذا اكتب لك كمبيالات، أعطيه 5000. الله يهديك يا الله. أنا أصل ورقة اليوتيوب وصلت. أنا غسان عيسى الفقير، ماشي؟ بدي منك خدمة واحدة، تعرف شو هي؟ هذا مال يتامى مش مالي. بدي تشوف لي وين هو وتتصل علي تليفون تقول لي هي هذا الزلمة في المحل الفلاني، في مجال؟ سجل رقم تليفونه. بعدين شهادة مش إلقاء الكيسة ورقم هويتك كمان نصاب هذا والله والله صور لي إياها ابن الشيكل عند المكتب. أنا بدي ألحقه يا زلم. أنا بلحقه أصورك معي هو ولا لا؟ هذا يا زلم ابن المرسل في ابنه نسيت احنا وياه نسيت نسيت. روح يا زلم صورها. روح صورها. روح صورها. روح صورها. روح أنا برفع لي قضية ضرائرها يا زلم. برفع لي